نبدأ ظهيرتنا بهذه المقابلة الحصرية التي خصتنا بها أيقونة من أيقونات الفن العراقي الأصيل، الفنانة الكبيرة أنوار عبد الوهاب. زارها مراسلنا وأجرى مع هذا اللقاء. نتابع. لأنها غنية عن التعريف، فكانت من أصعب فقرات سهرتنا لهذا اليوم أن أعرفها. أنوار عبد الوهاب، عطر القداح والراسخ البغدادي. طبعاً أنا سعيدة جداً أنه التقيت من برنامج ظهيرة الجمعة، وحبيت أن أشارك بكلمة بسيطة وأتحدث عن جانب جداً مهم في حياة المهاجرين في مالمو، وهي البرامج أو النشاطات اللي تقوم بها بعض الجمعيات. طبعاً الجمعيات اللي موجودة في مالمو عديدة وكثيرة ومتنوعة، بها جمعيات يعني تهتم بالجانب الثقافي للمهاجر، وجمعيات تهتم بالجانب الفني، وموجودة جمعيات لتنمية الإنسان يعني مواهبه وتطوره حتى يوصل إلى درجة أنه يكون بيها فاعل في المجتمع السويدي. فالجمعيات فعلاً يعني وجودها جداً مهم في الحياة الاجتماعية في مالمو. هذه الأمسية اللي التقيت آني ويا حضراتكم كانت من أحد الفعاليات للجمعية التنمية البشرية. طبعاً هذه الجمعية أنا أشارك فيها من فترة، يعني بحدود يمكن أكثر من سنة، وقمنا بكثير من الفعاليات. أنا أخذت دائماً الجانب الفني باعتبار الجميع يعرفني أنه أنا مغنية وإلي تاريخ طويل في المجال الغناء، وكانت فعلاً يعني مردود هذا النشاط كان واضح على الناس، يكونون سعداء ويكونون فرحانين ويحشون همومهم، وبهذه اللقاءات نتعرف على بعضنا ونحشي همومنا مع بعضنا. ففعلاً أنا وجدت أنه هذه الجمعيات هي فعلاً فرد بلسم أو بديل للوطن اللي إحنا تركناه وبقينا هذه السنوات بعيدين عنه. وهذه هم فرد قضية يعني أنا أشوفها شون يعني الواحد يقول فدرد اعتبار للإنسان، إنه واحد وين ما يروح يلقي أصدقاء يهتمون به ويرعوه ويهتمون بسعادته وقعدته. وهذه الجمعيات هي فعلا تقدم هذه الحالة. من فترة طويلة طبعاً إحنا الفنانين صح أحياناً نتعب ونعتزل، لكن يبقى فرد جانب مضيء يعني في دواخلنا، إنه نحب دائماً نقدم بين فترة وفترة شيء جديد يعني للجمهور. أنا خلال هاي الفترات لحنت بعض الأغاني، يعني هي أغاني بسيطة مو معقدة، وقدمت بعض القصائد. بس المشكلة اللي تواجهنا خاصة إحنا اللي تركنا العراق وصار لنا فترة طويلة، إنه ما نقدر هذه الأغاني إن ننفذها،
والأسباب كثيرة. فأنا تمنيت لو موجودة بعض الشركات يعني اللي ساهم بتمويل ربما أو بمثلا توفر لنا فرد استوديو معين حتى إحنا نبقى متواصلين ويا الجمهور مالتنا اللي خلال هاي السنوات يعني حبنا وظل يتمنى أنه بين فترة وفترة يعني يستمع إلى نتاجاتنا الجديدة. هذا طبعا كان بالنسبة لي أمل عشت عليه سنوات ولا زلت، وأتمنى أنه في يوم من الأيام يتحقق ونبقى إحنا على صلة دائما بجمهورنا الكريم ونتواصل على طول على المحبة والتضامن والود. عدوان علم وعيوني رقية حبيبتي، أنا كلش أشكرك لأن تدرين يوم اللي إجاني التليفون من الشرقية وقالوا لي إنه لازم تطلعين يعني على الهواء وتتحدثين شوية، ما تدرين إش قد أنا يعني فرحت حتى يعني حتى يمكن ما أقول لك بكيت، بس كل كنت فرحانة وسعيدة إنه اتذكرتني فرد بنية حلوة أحبها شايفتها صغيرونة ويا أمها، بقت تتذكرني ودائما تتمنى أنه تلتقيني وتسمعني. فأنت بالنسبة لي يعني شريدة أقول صديقة صغيرونة، لا أنت مو صغيرونة، هم كبرتي ونضجتي وصرتي فر شخصية محبوبة على الشاشة، فأنا كل السعيدة بيش وأتمنى لك النجاح دائما في حياتك الفنية وبحياتك الشخصية، وإن شاء الله نلتقي. إن شاء الله نلتقي.